تطبيق الإنساني. أنت كيف النظريه إيش؟ كيف ممكن تحارب الفساد وأنت ما في عندك شفافية وديمقراطية وحرية؟ يعني هذا الإشي الأهم. أنا لا يمكن أحكي إنه أنا بدي أحارب الفساد والواسطة والمحسوبية. إحنا صار عندنا تجسدت ثقافة الواسطة. أي شاب من الموجودين حالياً يحكي لك بدي أروح أتوظف، بدي بفكر أول ما يتفكر إنه الشركة هاي أو المؤسسة هاي مين في بعرف ناس ممكن تعطيني مدخل عليها، لأنه تجسدت نتيجة إنه في ما في رقابة، في فساد، فيش ديمقراطية، فيش حرية، بالتالي صار في ثقافة الواسطة والمحسوبية. طيب. وهذا إشي التالي إنه الحكومة. خلينا نوجه أيضاً السؤال. هاي الثقافة. لا.